يا اهلا بيكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واللقاء يتجدد مع حضراتكم لمتابعه كل ما يخص الالعاب الرياضيه المختلفه من داخل جميع الصالات ومن كل الملاعب العالميه والافريقيه والعربيه، واكيد الاخبار والمتابعات المحليه لكل ما يدور على الساحه الرياضيه المصريه في الوقت الحالي. ضيف حلقتنا النهارده في ملاعب الابطال الكابتن قاسم ابراهيم، المدير الفني لفريق كره اليد للسيدات بنادي البنك الاهلي، وواحد من الاسماء اللي ليها بصمه واضحه وكبيره جدا في فرق السيدات المختلفه لكره اليد، وحوار مهم جدا عن دوري السيدات المصري لكره اليد، وايضا مشاركه منتخبنا الوطني للسيدات في نهائيات كاس افريقيا اللي هتقام في الكونغو يوم 27 نوفمبر الجاري وهتستمر حتى 7 ديسمبر. حديث مطول عن مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة، كل ده هيكون خلال الجزء الثاني من حلقتنا من ملاعب الأبطال. دايما بنتكلم عن طموحاتنا في ارتفاع عدد الميداليات الاولمبيه اللي بتحصدها البعثات المصريه المختلفه خلال مشاركتها في دورات الالعاب الاولمبيه، ودايما بنركز على بعض الالعاب اللي لينا فيها باع طويل جدا من الانجازات، على سبيل المثال رفع الاثقال، المصارعه، غيرها من الرياضات المختلفه اللي تفوق فيها ابطالنا على مر التاريخ. دايما الهدف من كلامنا هو زيادة عدد الميداليات المصرية في الدورات الأولمبية، وناسين تماما أننا عندنا منجم ذهب. منجم ذهب بمعنى الكلمة، لو اهتمينا بيه هنضاعف الميداليات بتاعتنا حرفيا بدون مبالغة. ممكن يعني لو انت بتاخد مثلا كل دورة أولمبية 6-7 ميداليات تاخد 12 ميدالية أولمبية بشكل عادي جدا. ايه بقى المنجم ده؟ رياضة النسائية. تعالوا مع بعض نشوف نتائج البعثة المصرية في آخر 5 دورات أولمبية على سبيل المثال. يعني نبدأ بأولمبياد بكين 2008، البعثة المصرية حققت فيها ميداليتين، منهم كان ميدالية نسائية بطلتنا عبير عبد الرحمن في رفع الأثقال، وكانت وقتها ميدالية برونزية. خش بعدها على لندن جبنا 4 ميداليات، كان من ضمنها ميدالية فضية أيضا لبطلتنا عبير عبد الرحمن في رفع الأثقال. ريو دي جانيرو 2016 البعثة المصرية جابت 3 ميداليات برونزية، كان منهم 2 لبطلتنا هدية ملاك في التايكوندو، وطبعا البطلة الأولمبية سارة سمير في طوكيو في رفع الأثقال عفوا. خش بعدها على طوكيو، بعثتنا جابت في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 6 ميداليات، كان من ضمن الست ميداليات 3 البطلات ذهبية لفريال أشرف، ميدالية برونزية جيانا فاروق في الكاراتيه، كمان ميدالية برونزية لهداية ملاك في التايكوندو. أولمبياد باريس 2024 طبعا كلنا ما ننساش إن احنا جبنا 3 ميداليات، كان من ضمنهم الميدالية الفضية في رفع الأثقال لبطلتنا سارة سمير. يعني بحسبة بسيطة جدا هتلاقي إن الرياضة النسائية المصرية حققت 8 ميداليات أولمبية، بتكلم لو أنا حسبت الحسبة زي ما قلت لكم في البداية من أول أولمبياد بكين 2008، جبنا 18 ميدالية إجمالا، منهم 8 ميداليات من نصيب السيدات من الألعاب الرياضات النسائية، يعني نسبة تكاد تكون 50%، كان ناقص لك ميدالية واحدة وتكون 50%. ده بالتأكيد ليه دلالة قوية جدا جدا، ده مؤشر لينا اللي احنا نبص على الاتجاه ده بشكل قوي، نركز فيه ونحط مجهود أكتر من اللي بيتحط. بسهولة شديدة جدا ممكن إن أنت تصنع تاريخ أولمبي من خلال الحتة دي. بقول الكلام ده ليه؟ عشان أعرف السادة المشاهدين بحجم الإنجاز اللي محققاه الرياضة النسائية المصرية في الوضع الحالي، في حجم الاهتمام اللي موجود في الوقت الحالي. فما بال حضراتكم لو الاهتمام ده زاد شوية، شويتين تلاتة كمان. أعتقد الوضع هيكون مختلف تماما. عندنا فرصة يبقى عندنا ميداليات في الجودو النسائي على سبيل المثال. شفنا مثلا في الوقت الحالي برونزية جابتها بطلتنا صفا سليمان في بطولة العالم للجودو للشباب.
وانا بقولها لكم من دلوقتي باذن واحد احد، صفا هيكون ليها نصيب من الميداليات في اولمبياد لوس انجلوس 2028 بدون مقاطعه. يعني شفنا كمان بطلاتنا في المصارعه، من ضمنهم على سبيل المثال ندى مدني جابت ميداليه برونزيه في بطوله العالم، وغيرها طبعا من البطلات اللي موجودين في الساحه. على بتكلم على المصارعه، بتكلم على يمنى عياد بطله منتخبنا الوطني في الملاكمه اللي اصبحت اول مصريه تتاهل للاولمبياد في الملاكمه. انا بقول امثله، يعني انا مش عايز انسى حد من كل الابطال اللي احنا دايما بنشيد بيهم وبيبقى عندنا امال كبيره قوي ان هم في المستقبل يجيبوا لنا باذن الله ميداليات في الاولمبياد. ما ننساش كمان الالعاب الجماعيه، بتتكلم في كرة اليد في ظل حالة الاهتمام اللي موجودة في الوقت الحالي، كرة السلة وعندك عدد من اللاعبات المحترفات، بتتكلم كمان في الكرة الطايرة، عندنا منافسة شديدة ومحتدمة دائما وأبدا ما بين الأهلي والزمالك، والمستوى الفني ارتفع بعض الشيء. لو اهتمينا بيهم أعتقد الوضع هيكون أفضل بكتير قوي من الوضع الحالي. إجمالا ملخص الكلام اللي أنا عايز أقوله، إن الرياضة النسائية هي كنز نقدر من خلاله ان احنا نرفع عدد الميداليات المصرية في الدورات الأولمبية بشكل كبير جدا جدا. نقدر من خلاله ان احنا يكون لينا نصيب من الميداليات في بطولات العالم، لكن ده هيحصل في حالة واحدة فقط، لو الوضع الحالي والاهتمام اللي محطوط في الوقت الحالي زاد. في الوقت الحالي بنهتم وكل حاجة، لكن ليس اهتماما كافيا على الإطلاق في رأيي الشخصي. يعني كلامي هنا موجه لكل رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة، في ظل الإمكانيات الهائلة اللي موفرها الدولة المصرية في الوقت الحالي على جميع المستويات، فلازم حجم الاهتمام ده يقابل بمزيد من الاهتمام بالرياضة النسائية، لأن زي ما قلت في بداية كلامي هي كنز حقيقي فعلا، يعني بدون مبالغة على الإطلاق. أتمنى إن شاء الله نشوف اهتمام أكبر بقطاع الرياضة النسائية، والاهتمام ده المفروض إن هو يبدأ من خلال الأندية وليس من خلال المنتخبات. دايما يعني بدايه النجم او الموهبه او البطل الاولمبي طبيعي انها تكون من خلال النادي. المنتخب ده بياخد صفوه اللعيبه اللي في الانديه. المنتخب ليس مسؤول او دوره ان هو يجهز ويأهل اللعيبه. لا، المفروض اللعيب يجي لي من خلال النادي، انا باخد صفوه اللعيبه اللي موجوده في الانديه واحسن في ادائها مزيد من الاحتكاكات الدوليه، لكن ده ما بيحصلش في الوقت الحالي. اتمنى في الانديه يكون معاملة الرياضات النسائية نفس معاملة الحجم المعاملة اللي بتلاقيها فرق الرجال المختلفة في كل الألعاب. وبعدها طبعا الاتحادات تهتم طبعا بالتعاقد مع مدربين مميزين لقطاعات السيدات، ما يبقاش كل الاهتمام دائما وأبدا رايح لقطاع الرجال. أتمنى ده، يعني ملفات كتيرة جدا نقدر من خلالها ان احنا نطور الرياضة المصرية ونتائجها، ودايما هنا في ملاعب الابطال هنلقي الضوء دايما على الملفات المسكوت عنها اللي ما بيبقاش عليها السبوت، ما بيبقاش عليها الضوء بشكل واضح. عندنا يعني انا وكل زملاء العمل هنا في ملاعب الابطال عندنا حرص شديد ان احنا نشوف ايه اللي يفيد الرياضة المصرية، مش بتكلم بعيدا عن كرة القدم، بتكلم على كل الالعاب اللي البعض منها يقال عنها الالعاب الشهيدة. مهمتنا ان احنا نسلط الضوء على الالعاب دي. والحقيقه يعني بالامانه انا بقول العاب شهيده، ده اللفظ الدارج اللي دايما بيتقال. ما بقاش عندنا العاب شهيده، احنا كل الالعاب بقى فيها حجم اهتمام مش عادي. شوفوا وقت الاولمبياد هتلاقي كلنا بقينا خبراء في الجودو وفي التايكوندو وفي كل حاجه، كله بقى قاعد قدام التلفزيون وفاهم في كل الالعاب، وبننتقد اللعيب الفلاني ان هو غلط في كذا. سلاح الشيش حتى، يعني حتى كان ماتش من الماتشات لمنتخبنا الوطني، فتحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الماتش ده وكله تحول لخبير في لعبه سلاح الشيش، ويتكلم على اللعيب الفلاني اخطا في ايه وده بقى خبير في ايه. فاحنا الحمد لله في الوقت الحالي ما بقاش في الالعاب الشهيده، والحمد لله احنا بنتكلم في توقيت مبكر جدا جدا، يعني احنا لسه في بداية الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. بنقول الكلام ده في توقيت بدري قوي، عندك 4 سنين كاملة تشتغل فيهم بشكل جيد، بشكل مكثف ومجهودات كده مركزة على اللعيبة اللي انا اقدر من خلالها اجيب ميداليات أولمبية، عشان في الحتة اللي انا اتكلمت فيها بالتحديد نتمكن ان احنا نجيب في الرياضه النسائيه المصريه عدد كبير من الميداليات باذن الله. سؤال حلقتنا في ملاعب الابطال النهارده، ما هو الفريق الذي تتوقع تالقه في دوري السيدات كره اليد هذا الموسم؟
تعالوا نشوف الإجابات. جبريل بيقول نادي سبورتينج. أحمد سرور بيقول الفريق الذي أتوقع تألقه في دوري السيدات اليد إن شاء الله الزمالك. عبد المنعم هاجر بيقول الأهلي. ثلاث إجابات مختلفة، سبورتينج، أهلي، الزمالك، وشيء جيد يعني الآراء منقسمة مين اللي ممكن يؤدي بشكل جيد. أتمنى السنة الجاية نلاقي الأهلي كالعادة يؤدي بشكل جيد، الزمالك الوضع يكون أفضل بعض الشيء. سبورتينج دايما بيكون في رياضة نسائية بالتحديد في الباسكت بول والهاند بول من الفرق المميزة جدا جدا، نتمنى أن هما السنة الجاية برضو يكملوا على نفس الشكل ونفس التألق. كل حلقة من ملاعب الأبطال بيكون عندنا أسطورة رياضية حققت تاريخ في مسيرتها، وأسطورة حلقتنا النهاردة لاعب ألعاب القوة والقفز بالزانة السويدي أرماندو بلانتس اللي حقق في مسيرته الرياضية ميداليتين ذهبيتين. تعالوا نتعرف على مسيرته وبعدها نكمل كلامنا. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض عناوين أخبار حلقتنا النهاردة. مصر تحقق 6 ذهبيات ببطولة أفريقيا للناشئين لرفع الأثقال. خمستاشر مرشحاً في انتخابات اتحاد رفع الأثقال. سبعة وعشرين مرشحاً في انتخابات اتحاد الجودو. انطلاق البطولة العربية للكيك بوكسينج بمشاركة 500 لاعب. بعد نهاية ثمن النهائي عقوبات مشددة بدوري مرتبط السلة. راحة 24 ساعة لسيدات اليد قبل مغادرة الكونغو استعدادا لبطولة افريقيا. امريكا تتعادل مع استراليا في كأس ديفيز للتنس. فوز تورونتو على فيغاس في دوري هوكي الجليد الامريكي. ووريرز يفوز على هوكس في دوري كرة السلة الأمريكي. فنار بخشا يتخطى بولونيا في اليوروبا ليج للسلة. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا، خليكم معايا. Comes down to this moment. Big Bobby.
يا اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وتعالوا نبدا اخبارنا من الالعاب الفرديه وبالتحديد من رفع الاثقال. منتخبنا الوطني للناشئين لرفع الاثقال حقق حتى الان 6 ميداليات ذهبيه عن طريق الثنائي ميرنا محمد ونور محمد زكي في بطوله افريقيا للناشئين والشباب والمقامه حاليا في كينيا. ميرنا محمد لاعبه منتخب مصر للناشئين لرفع الاثقال نجحت في حصد 3 ميداليات ذهبيه في منافسات 55 كيلو جرام في الخطف والكلين والنط والمجموع بتألق لافت للاعبة المميزة ميرنا محمد. مشروع طبعا يعني نتيجة أو يعني واحدة من المواهب اللي طلعت من المشروع القومي بدمياط. كمان في منافسات وزن 67 كيلو حقق نور محمد زكي 3 ميداليات في الخطف والكلين والناطر والمجموع، ومصر طبعا بتشارك في بطولة رفع الأثقال للناشئين والشباب ببعثة بتضم كل من نور محمد، شيماء عبد الناصر، حلمي عبد الباري، وعبد الرحمن حسين، وكمان ميرنا محمد. كل التوفيق لأبطالنا، ونشوف دايما إنجازات وبطولات وخاصة من هذا الجيل من الناشئين والشباب اللي بيطمننا على مستقبل أفضل لرفع الأثقال بإذن الله. مكملين مع أخبار رفع الأثقال، ولكن من أخبار الانتخابات اللي طبعا الكل بيتابعها في الوقت الحالي، انتخابات رفع الأثقال اللي هتقام غدا الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا في مقر الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي، وهتشهد خوض 15 مرشح للانتخابات، منهم على منصب الرئيس محمد عبد المقصود عمرو رمضان، وعلى منصب نائب الرئيس أحمد سمير إيهاب عثمان، بينما على منصب أمين الصندوق الثنائي مصطفى راغب وأحمد مصطفى عبد الحليم، ونجح في منصب سكرتير عام الاتحاد بالتزكية محمد إحسان لعدم وجود أمامه أي مرشح على الإطلاق. وعلى منصب العضوية هيتنافس 8 أشخاص. اتحاد رفع الأثقال طبعا من الاتحادات المهمة جدا للرياضة المصرية وخاصة في الأولمبياد. يعني بالمناسبة 16 هيئة رياضية ليهم حق التصويت في الجمعية العمومية غدا الجمعة. نتمنى أن الانتخابات دي تفرز عن اتحاد قوي لرفع الأثقال، طبعا لعبة من الألعاب المهمة جدا ودايما بتجيب لنا ميداليات أولمبية. مكملين مع أخبار الاتحادات والانتخابات، غدا الجمعة أيضا هتقام انتخابات الاتحاد المصري للجودو، واللي هتقام أيضا في مبنى الاتحادات الرياضية في تمام الساعة 2 ظهرا، ويحق ل 32 هيئة رياضية المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت في انتخابات الغد. يترشح على منصب الرئيس بإذن الله مرزوق علي رئيس الاتحاد الحالي، كمان أحمد الهجرسي وهشام مصباح، محمد مطيع وأحمد صابر، محمد مصطفى، وعلى منصب العضوية 21 مرشح في منافسة قوية جدا في واحد من الاتحادات أيضا المهمة جدا جدا في الرياضة المصرية. في تجهيزات كبيرة جدا لانتخابات الاتحاد في الوقت الحالي، الكل طبعا بيستعد لهذه الانتخابات. وعشان نتعرف على التجهيزات دي معانا على التليفون الأستاذ مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو. يا فندم أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك، وبشكر حضرتك على المتابعة، وإن شاء الله بإذن الله تبقى انتخابات تطلع بأظهر أجمل صورة، ويبقى بإذن الله الوضع مشرف للجودو المصري. نتمنى كالعادة بإذن الله. طمنا على آخر استعدادات الجمعية العمومية للانتخابات غدا بإذن الله. احنا الحمد لله كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن خلصت، والمكان اللي هيتم فيه الانتخابات جاهز ومعد للانتخابات، وإن شاء الله بإذن الله الانتخابات تعدي على خير، وكلنا نطلع اخوات، وكلنا بعد ما نخلص طبعا اللي ينجح يبارك للناس كلها، لان هي واحنا منظومه واحده وعيله واحده، واللي هيتولى المنصب ربنا يوفقه ويشيل المسؤوليه ويودينا للمكان اللي مصر تستحقه يعني باذن الله. وانا بقول اسماء الساده المرشحين، لاحظت ان مفيش لا نايب ولا امين صندوق، بيتم اختيار المنصبين دول من داخل المجلس؟ هو احنا عندنا اللائحه بتاعت الاتحاد هو رئيس و7 أعضاء. هي اللائحه ما فيهاش ولا نائب ولا رئيس. ايه سبب ده يعني؟ دي اللائحه معموله من الاتحاد السابق لينا. هو كان عامل اللائحه كده، وبيتم اختيار النائب من على الترابيزه من اعضاء مجلس اداره يعني. كويس. ايه البطولات اللي منتخب الجودو هيشارك فيها في الفتره المقبله باذن الله؟
احنا الحمد لله احنا في الثلاث سنين اللي فاتوا دول، احنا بعد المشكله اللي حصلت بعد الابطال اللي بطلوا بعد اولمبياد طوكيو، كان عندنا هدف واستراتيجيه وخطه اللي تم عرضها من اول يوم، ان احنا هدفنا الاساسي لوس انجلوس 2028 ان احنا هنحقق ميداليات ان شاء الله. فاحنا كان لازم في الثلاث سنين دول نمشي على طريق صحيح ونرجع الجودو تاني على الطريق الصحيح. فاحنا الحمد لله بقى لنا ثلاث سنين احنا على التوالي اول افريقيا في جميع المراحل العمريه، ناشئين وشباب وكبار. عندنا ميداليتين في برونز في بطولة عالم، لأول مرة في تاريخ الجودو المصري بنت تحصل على ميدالية برونز في بطولة عالم. أكبر قاعدة براعم وناشئين، تنظيم البطولات الحمد لله احنا اللعبة الوحيدة، احنا عندنا البطولة العربية اللي بتتعمل في موسم العالمين للسنة الثانية على التوالي، نظمنا بطولة أفريقيا للكبار وحصلنا عليها فردي وفرق. فالحمد لله احنا في الثلاث سنين احنا ماشيين على الطريق الصحيح، عشان لما نيجي النهارده نقيم التجربه في الثلاث سنين ونقول ان احنا نحقق ميداليه في اولمبياد 2028، لازم نقيم الثلاث سنين، هل احنا كنا على الطريق الصح؟ عندنا امكانيات تؤهلنا ولا لا؟ لا، احنا النهارده عندنا امكانيات تؤهلنا، وعندنا قاعده ناشئين وشباب كبيره جدا جدا، لو دخلوا في منظومه الاربع سنين واعداد جيد وطرق علميه وخطط ومعسكرات، ان شاء الله في 2028 احنا بنوعد بميداليه باذن الله. شايف اللي اتعمل في الثلاث سنين اللي فاتوا كافي يتماشى مع حجم الطموحات اللي كانت موجوده عندكم؟ حضرتك يعني ما فيش اللي بيشتغل لازم يغلط، فاحنا احنا اشتغلنا كويس جدا وعملنا اللي علينا، بس طبيعي المده صغيره جدا، احنا الدوره دي المفروض اربع سنين بس هي بقت ثلاث سنين عشان خاطر الاولمبيات لما تاجلت عشان كورونا. فاحنا عندنا سنه راحت مننا في التاهيل وفي الاعداد، فده ممكن يكون اللي اثر على الخطط عندنا شويه، لكن احنا الدوله دعمتنا دعم كبير جدا جدا جدا، ووفرت لنا كل الامكانيات ان احنا نحقق الطموح بتاعنا. بس زي ما بقول لحضرتك احنا كنا بنبني الاجيال من تحت، لان احنا الجيل الكبير اللي بيلعب بقاله 20 سنه كلهم بطلوا بعد اولمبياد طوكيو، فانا اللي حصل فجوه شويه فجوه، وما كانش الاتحاد فاطن ليها في السنوات اللي قبل كده، فاحنا اضطرينا ان احنا نعد. انت حضرتك اصعب فتره البناء، واللي هي البناء الاساس، لكن بعد كده اللي جاي سهل، يعني الاربع سنين اللي جايين دول فتره الحصاد، فتره اللي احنا زرعناه في الثلاث سنين اللي فاتوا. فاحنا هدفنا وخطتنا الاساسيه هي استمرار التطوير واستمرار الانجازات، فاحنا الاربع سنين اللي جايين ان شاء الله الموضوع عندنا، احنا مش لسه هنتعرف على المنتخبات ولا هنتعرف على القوام بقى واضح شويه، احنا هنشتغل من تاني يوم، يعني من تاني يوم احنا اوريدي عارفين ايه المنظومه وهنكمل ما بنيناه. فان شاء الله باذن الله الفتره الاربع سنين اللي جايين نعمل نتائج متميزه تليق ببلدنا. يعني كنا بنتكلم في مقدمه الحلقه عن الرياضه النسائيه بشكل عام، الجودو نسائي شايف فيه اهتمام كافي بيه في الوقت الحالي؟ ايه اللي حققه خلال الثلاث اعوام الماضيه؟ بص حضرتك، هو الملف ده كان مهمل بطريقه كبيره جدا وما كانش عندنا اي انجازات فيه، فاحنا كان هدفنا في برنامج بتتكلم بشكل عام ولا في الجودو بالتحديد؟ لا في الجودو، انا مش بتكلم على اي لعبه تاني، انا بتكلم على لعبه الجودو بس. انا في الفتره اللي فاتت ما كان الجودو كان النسائي كان مهمل جدا، فاحنا كان هدفنا وبرنامجنا في الخطه في اول ما جينا نترشح ان احنا هنهتم بالملف النسائي، وبالفعل اشتغلنا عليه جامد جدا. احنا زي ما بقول لحضرتك احنا ثلاث سنين على التوالي اول افريقيا في جميع المراحل العمريه، احنا الاول مره في تاريخ الجودو المصري ان بنت تعمل ميداليه برونز في بطوله عالم، وده حاجه كبيره جدا، لان البنت دي بنت المشروع القومي ولسه عندها سنتين في مرحله الشباب، فدي لما تخش في المنظومه فتره اعداد اربع سنين، دي في بعد اربع سنين هتبقى حاجه تاني خالص، وممكن تعمل ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ده المنظومه كلها بتتعدي كده، لسه طالع عندنا بنات كتيره ملف الجودو النسائي، احنا مهتمين بيه جدا جدا جدا، لان عندنا ميداليه البنات اسهل من الولاد كمان، فانا ليه ما ادخلش البنات في المنظومه واهتم بيها نفس الاهتمام بتاع الولاد، وفي الاخر هي بتحسب ميداليه اولمبيه لمصر يعني بكل تاكيد. فالملف ده اشتغلنا عليه كويس، وان شاء الله هتشوف حضرتك في المستقبل الملف ده هي هي هيفرق معانا جدا يعني. نتمنى باذن الله. ايه اهم البطولات اللي هتنظم في مصر خلال المرحله المقبله؟ احنا ان شاء الله باذن الله احنا بنسعى وهدفنا بنستغل علاقتنا، انا عضو في لجنه التطوير في الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد العربي، فبناء على العلاقات احنا بنحاول نجيب حدث كبير ما حصلش في مصر ان احنا نستضيف بطوله عالم. فان شاء الله لو ربنا بعد ما نخلص الانتخابات لو ربنا وفقنا والاتحاد الدولي وافق لنا ان احنا ننظم بطوله عالم، دي تبقى حاجه هايله جدا جدا باذن الله. كابتن مرزوق شكرا جزيلا ليك.
نورت الدنيا. أشكر لحضرتك، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا ليك، وطبعا كل التمنيات بالتوفيق لكل السادة المرشحين، وأيا كان مين اللي هيكون موجود هيلاقي مننا كل الدعم، ونتمنى أن القادم يكون أفضل بإذن الله للعبة مهمة زي لعبة الجودو. نروح لأخبار الكيك بوكسينج. انطلقت النهاردة فعاليات البطولة العربية للكيك بوكسينج والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 8 دول مختلفة، ويشارك في البطولة العربية للكيك بوكسينج كل من الجزائر، تونس، الكويت، الأردن، سوريا، اليمن، وفلسطين الحبيبة، بالإضافة طبعا إلى مصر الدولة المستضيفة. ودي أول نسخة للبطولة العربية للكيك بوكسينج، واللي بتقام على مصر طبعا في حدث لأول مرة بيتم تنظيمه في الوقت الحالي. بكده خلصت تفاصيل أخبار الألعاب الفردية، نروح نتعرف على تفاصيل أخبار الألعاب الجماعية. ودي كرة حلوة قوي قوي، والهجوم الخاطف يا هنبدأ تفاصيل أخبار الألعاب الجماعية من كرة السلة. أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبات مشددة عقب نهاية مباراة دور 16 أو ثمن النهائي في دوري المرتبط رجال، وده في مواجهتي المصرية للاتصالات وهليوبلس، والمباراة الثانية ما بين مصر للتأمين ونادي سموحة. عقوبات مباراة المصرية للاتصالات وهليوبلس بسبب مشاجرة عقب نهاية المباراة ما بين اللاعبين، وأزمة كبيرة تدخل على أثرها مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بإصدار عقوبات مالية قدرت ب 28,000 جنيه، وقرر اتحاد كرة السلة معاقبة اللاعب مازن ياسر أبو الفتوح لاعب الاتصالات بغرامة مالية بقيمة 10,000 جنيه وإيقاف لمدة مباراتين، ومعاقبة أيضا اللاعب زياد محمد حسن لاعب الاتصالات بغرامة مالية قيمتها 5,000 جنيه، ومعاقبة اللاعب مروان عاطف السيد لاعب الاتصالات بغرامة مالية 3,000 جنيه، ومعاقبة اللاعب علي مصطفى لاعب هليوبلس بغرامة مالية أيضا 5,000 جنيه، وكذلك زميله في الفريق يوسف أسامة نفس الغرامة 5,000 جنيه. وأوضح اتحاد كرة السلة في العقوبات اللي أصدرها تغليظ العقوبة في حالة التكرار أو عدم مشاركة اللاعبين في المباريات القادمة إلا بعد سداد الغرامة المالية. شهدت كمان المباراة عقب نهايتها مشاجرة ما بين اللاعبين، وتم تدوين أسماء اللاعبين من قبل لجنة الحكام والمسابقات. أما في الجيم التاني اللي كان فيها أيضا عقوبات كانت على لاعب مصر للتأمين عمر إيهاب بسبب الإيحاءات والأفعال اللي قام بيها اللاعب عقب فوز فرقته على فريق سموحة في مباراة دور 16 لدوري المرتبط لرجال كرة السلة، وطريقة الاحتفال اللي قام بيها اللاعب يعني لم تكن مقبولة على الإطلاق. يعني قرر كمان مجلس إدارة اتحاد السلة معاقبة اللاعب عمر إيهاب بغرامة مالية قيمتها 10,000 جنيه بجانب الإيقاف لمدة لقائين ومع عدم المشاركة في المباريات القادمة للفريق إلا بعد سداد الغرامة المالية والانتهاء من الإيقاف، ويتم مضاعفة العقوبات في حالة تكرار نفس الفعل أو نفس الخطأ. وكان تقرير حكم المباراة أوضح أن اللاعب عمر إيهاب قام بحركات غير لائقة عقب نهاية المباراة والاحتفال بفوز فرقته والتأهل لدور الثمانية لدوري المرتبط رجال لكرة السلة، وخضع اللاعب للتحقيق من قبل لجنة المسابقات، وتبين صحة الواقعة اللي قام بها اللاعب، وبناء عليها تم يعني ما تم مشاهدته وما يعني تم رؤيته من صور الاحتفالات والعقوبات وما تنص عليه لائحة العقوبات. احتفل، يعني ده أمر مقبول جدا طبيعي لما بتحقق مكسب ان انت تحتفل، ان انت تكون في غاية السعادة، وانك ممكن يعني يبقى في مناوشات ما بين فرقة والتانية، لكن في حدود المقبول، في حدود الأداب العامة.
اعتقد العقوبات اللي حصلت مسج قويه من لجنه المسابقات في اتحاد السله لكل اللعيبه، ان انت لابد ان انت تتقبل الهزيمه، تتقبل ايا كانت النتيجه اللي بينتهي بيها اللقاء، حتى في حاله المكسب الموضوع الاحتفال يكون في اطار الاخلاقيات. خطوه مهمه جدا من اتحاد كره السله بالعقوبات دي عشان الامور تنضبط بعض الشيء، وضعها في الاطار الرياضي الطبيعي واللي من المفترض ان هي تكون عليه. من كره السله نروح لكره اليد. رامي عبد اللطيف المدير الفني لمنتخبنا الوطني للسيدات لكره اليد منح لاعبات المنتخب راحه من التدريبات اليوم يوم السبت القادم، وده بعد التوجه للكونغو يوم الاحد القادم استعدادا للمشاركه في نهائيات بطوله افريقيا اللي هتقام خلال الفتره من 27 نوفمبر الجاري وحتى 7 ديسمبر القادم. المنتخب حاليا في معسكر مغلق في المركز الاولمبي في المعادي، وهيأدي الفريق ميرانو صباح الغد الجمعة، وبعدها هتغادر اللعبات المعسكر والعودة صباح الأحد، وهيكون طبعا يوم السبت راحة من التدريبات فقط على أن يكون هناك تدريب صباح الأحد، وبعدها التوجه بإذن الله للكونغو للمشاركة في البطولة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد اللي استعد في أوضاع وظروف صعبة بعض الشيء الحقيقة، وبدون خوض أي لقاءات ودية ومهمة بكل التأكيد شاقة جدا على منتخبنا الوطني للسيدات. كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة في معسكر المنتخب، تعالوا نشوف هذه اللقاءات وبعدها نكمل كلامنا. خلاص احنا بنفنش في المعسكر ان احنا مسافرين يوم 24 ان شاء الله. حاله البنات البدنيه كويسه جدا وذهنيه، احنا كنا بس ينقصنا شويه ماتشات احتكاك دولي عشان نقدر نشوف او نقيم بناتنا على المستوى الدولي شويه. ان البطوله المره دي هتبقى قويه عن 22 اللي احنا اشتركنا فيها من سنتين، بس ان شاء الله البنات مستعديه وربنا يكرم باذن الله. احنا عندنا الاعمار السنيه كلها دلوقتي 22 سنه 24 سنه مع بعض الخبرات اللي عندهم خبرات مواليد، اكبر واحده عندها 28 29 سنه بخلاف طبعا مروه عيد كابتن المنتخب المحترفه في نيس في فرنسا. فاحنا حاطين الخبرات مع الشباب والعناصر الصغيره عشان يبقى في دمج ما بين في المنتخب كله. احنا طبعا بعتنا لدول افريقيا المجموعه الثانيه ان احنا يجوا لنا في التوقف الدولي نلعبهم، بس طبعا اللي انا عارفه ان كل مدير فني عامل الاجنده الدوليه بتاعته. احتكاك يعني الكونغو الديمقراطيه في البرتغال، السنغال لعبت الجزائر في الجزائر، تونس راحت فرنسا وجت لها فرنسا، فكل واحد اكيد حاطط الاجنده بتاعته، واحنا كنا حاطين اجنده دوليه لينا. كان عندنا معسكر ماتشات وديه في بطوله الشيك الدوليه بس ما حصلش نصيب وسافرنا، فانت خلاص ده المتاح ليك دلوقتي ان انت تلعب مع انديه محليه. فطبعا انت بتلعب مع انديه محليه في ظل انت عندك بطوله قاريه، فهي ده ينقصنا ده بس، وان شاء الله احنا هنعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. لايك الحمد لله الدنيا ماشيه كويس ان شاء الله على قد الامكانيات اللي احنا اخذناها، الناس بتستعد بشكل كويس. يمكن المنتخب معسكر بقاله فتره كبيره قوي، انا برجع بس في الاجندات الدوليه، لكن خلاص يعني الموضوع قرب جدا ان شاء الله. احنا مسافرين يوم الاحد يوم 24، ف يعني ربنا كريم ان شاء الله. الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر نوعي بيها ان ما حدش فينا هيبخل باي مجهود، يعني الناس كلها هتعمل اقصى حاجه عندها، كلنا عندنا هدف واحد وطموح واحد ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نوصل كاس عالم. ده حلم كل بنت مصريه بتلعب كره يد. يعني الموضوع صعب، الموضوع مش سهل طبعا، مفيش حاجه سهله في الرياضه، لكن مفيش حاجه مستحيله. احنا كل اللي نقدر نوعي بيه ان احنا هنخرج من الملعب ان شاء الله الناس كلها تحس قد ايه هم فخورين بينا ان شاء الله رب العالمين، ما حدش فينا هيبخل باي مجهود عنده. يعني احنا طبعا خدنا خبرات من البطوله اللي فاتت، انت الاحتكاك والخبرات، وطبعا كان عندنا برضو معسكرات من البطوله اللي فاتت لحد دلوقتي، بقى لنا 3 سنين بنعسكر وعملنا يعني معايشه مع منتخب انجولا في كفر الشيخ ولعبناهم ماتشين، وكانوا ماتشين كان احتكاك كويس جدا. فهو ده الاختلاف، ان انت الاحتكاك هو ده اللي بيخليك ان انت ماتش عن ماتش او بطوله عن بطوله بتنزل خلاص الرهبه بتروح، بتبقى نوعا ما عندك خبره الاجواء عامله ازاي، التفاصيل بتاعه البطوله عامله ازاي. فالموضوع طبعا بيفرق نفسيا، وان شاء الله يعني البطوله دي نشرفكم ان شاء الله. ده المحاضرات كل يوم، عندنا عزيمه وعندنا اصرار ويعني مصممين ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله في البطوله الافريقيه، لان هي مهمه قوي بالنسبه لنا. بس فكلنا بنعمل اقصى حاجه عندنا، وكلنا مركزين قوي في البطوله، وان شاء الله نعمل حاجه. في 3 اجيال دي حقيقه، والتلات اجيال اجمل من بعض، يعني الكابتن رامي مختار احسن عناصر في الثلاث اجيال،
وطبعا السنه دي بالذات الكافيجي لسه مخلص منتخبه فطلع على الدرجه الاولى، فطبعا هتبقى زياده قويه قوي علينا. يعني بنتجمع من يوم 14/7، عملنا اداء كويس، ما احتكناش بماتشات كتير، ما لعبناش احتكاك قوي خالص، بس احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نبقى ايد واحده، وان احنا التارجت بتاعنا ان احنا نوصل كاس عالم السنه دي ان شاء الله. يعني احنا بالاعداد القوي احنا بنتفرج على الفرق، بنشوف فيديوهات كتير قوي للماتشات اللي فاتت بتاعت الفرق في الاولمبياد، في بطوله افريقيا اللي فاتت، بنشوف نفسنا بنقدر ان احنا نعدل الخطا بتاعنا اللي احنا يعني خسرنا عشانه، فاحنا بنعدله عشان ان شاء الله نقدر نكسب. كل التوفيق لسيدات مصر، وتقدروا تحققوا نتيجة إيجابية والوصول للمربع الذهبي لضمان التأهل بإذن الله لنهائيات بطولة العالم. المنافسة طبعا على اللقب صعبة بكل التأكيد، لكن هدفنا على الأقل التأهل لبطولة العالم، وعندنا من الإمكانيات اللي احنا نعمل ده إن شاء الله. بكده خلصت تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيف الحلقة الكابتن قاسم إبراهيم المدير الفني لنادي البنك الأهلي سيدات لكرة اليد. خليكم معنا.